كان فرق كبير بينهم وبين ديك المعاناه اللي كانت عندنا مع الطوبيسات القدام. شحال هذه كان تيدوز كيخليك واقف في البلاكه ما تيهزكش ولا كانوا مكرفصين. بعدا ما نقولش لك زعما واحد السيتياسيون كنتي كطلع هبه مهرس هذه مرونه هذه. دابا هادو الحمد لله زويونين نقيقين مرتاحين. الخدمات فيهم بحال مثلا الويفي خدام مزيان صراحه لحد الان راهم مزيانين. حاجه وحده كنتمناو يحافظوا عليهم. زهير بن ملوك مراقب في شركه ازا. احنا جينا خدمات تاعنا بمدينه الرباط 21 جيت خدمات تاعنا باش نتو المساعده للمواطنين خاصه المواطن الرباطي المواطن العام كيف يطلع من الباب الامامي وقت الباب الخلفي لان توقع تغييرات بالنسبه للسائق هو ولا لا عنده واحد لاماشين تيدفع تماك الثمن تذكره وتاخذ لاماشين وتاخذ التذكره ديالو. والحافلات تاعنا مجهزين مكيفات هوائيه كليما وكاميرات المراقبه في جوده عاليه. من ناحيه الخدمات ديال هاد الطوبيسات الجداد احسن من القدام لان كان بنادم تيتسنى دابا داك الشيء مسربي وراحت البال. يعني الطوبيس ما تيعمرش وما كاين الزعام ماشي بحال من قبل. يقدر يغطي ولكن البشر كثير يعني ضروري خاص شويه ديال الدعم ديال الطوبيس.